تخافوا من الظلام؟ لا تخافي، فقط عدوا معي. حذرة بذرة، حذرة بذرة، عدوا من واحد للعشرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. تدب 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 تدب. أكل هريسة القمح يا غربان. مرحبا أيتها الدمية الجديدة، سأسميك صدقا حتى يكون لك قلبا كبيرا. بعد أن يمر 15 سنة دون أن يتبناك أحد، يبقى أولاد الشوارع أولاد شوارع مهما أحسنت إليهم. من سيتبنى فتاة في عمره؟ أهلا في بيت الأيتام. لا 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 لا. أهلا في بيت الأيتام. لا 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 لا. كم أكره الأربعاء. زيارة الأمناء غدا، لا أريد أي خطأ. كل مرة نصطف فيها أمام الأمناء إنها تعرج. أشعر أننا قطعة الأثاث الناقصة في بيوتها. سيد أبو الذهب، ها هو قد وصل. هي أحد سيارة حجمي تهرب من تكلفتهم. ضعه على المشبشبة. توتة توتة توتة، بنت البصرة بيوتة، ولم تترك فتفوتة. انتوا بتتكلموا كتير، الباب يفتح هكذا. قد فتح الآن المزاد، ما بين بناتي وعولاد. أغلقوا الأبواب. صاحب الظلم يجيبها. ربما كنا العائلة التي نحلم بها. أنا لا أحب الظلم، تعشاكم. لأن العرض سيبدأ.